طيب انا عايز اوضح نقطه بس. اتفضل. ان في فرق بين ان انت تعلني ان ده لحني الاصلي او انك تعلني قدام الناس ان ده فولكلور انا مستوحي منه. انا لما طلعت مع استاذ عمرو اديب لم انكر، قلت يا جماعه انا مستوحي ده من الفولكلور بتصرف. الزميل الفنان اللي اتهمني بالسرقه هو ما عملش كده، هو قال ده لحني الاصلي واكرم سارق، ولما رجعنا الفيديوهات زي ما شفنا هو اللحن فولكلور والكلمات. أب بس انت من الاول برضو ما قلتش، يعني انت قلت انه فولكلور بعد ما اثيرت الضجه. انا رجعت للقانون وقالوا لي انت غير ملزم بده. انا لو عندي نيه وحشه كنت طلعت في البرامج قلت يا جماعه ده مستوحى من اصل انا هقول لك على حاجه، انا مش بالغباء ان انا رايح اعمل اغنيه لمحمد منير اعظم ما انجبت مصر في الغنى وتاريخ طويل، ورايح اسرق لحن عشان الناس كلها هتسمعه، هل انا ساذج لهذه الدرجه يعني؟ منير كان رايه ايه في قبل ما اسالك رايه في الاغنيه؟ واضح ان هو كان سعيد بيها يعني، لكن رايه ايه في الضجه اللي حصلت؟ قال لك ايه لما حصلت؟ قال لا تلتفت. منير قالها لي من زمان، قالها لي من 2015، قال لي اللي بيتخانق مش فاضي يشتغل. قال لي ما تركزش مع حد وركز في شغلك، وده اللي انا بعمله، ما زلت بعمله بنصيحته وبعمله دلوقتي. النهارده كنا بنتكلم قال لي دول اعداء نجاح. بعد ما الاغنيه اتشالت، بعد ما الاغنيه اتشالت قال لك ايه؟ قال لي ده اعداء نجاح ما تركزش. ما نزعكش؟ لا، لان منير تاريخ كبير جدا، فنان كبير، ياما قابل حاجات زي دي. ما هو منير ده ما غناش فولكلور، ده كل كتير من اغاني فولكلور وموسيقى نوبيه وصعيديه وكتير. انا بكتب اغنيه لمطرب خلص كل الكلام والمفردات في خلال الاغاني اللي عملها، فانا لما اجي اعمل اغنيه افصلها على مقاسه. سالته هل ده الولع؟ الولع دي كلمه ما يقولهاش غير محمد منير. ده عليه اوام حواليه، ده عليه يرجع اوام، ده عليه اوام حواليه بنترمى، مش هتلاقي حد يقول ده غير منير. فلما اجي استخدم لحن لازم اروح للفولكلور، لازم اروح للتيمة الصعيدي اللي لما تتعشق مع الكلام اللي فيه من جنوب مصر يبقى شبه الكينج محمد منير. لما برضو هل انزعج محمد منير؟ حس باي الانزعاج؟ وانا عارفه ان انت مشاعرك انت من الخوف فعلا، على انا قدمت اغنيه لمنير وحاسس ان هو ممكن يشك فيا او يشعر بالقلق من مني. منير علشان فنان كبير وعنده من الثقه بالنفس، عارف ان دي زوبعه في فنجان وان في مدعيين نجاح. في ناس كده لما ما تعرفش تنجح تتضايق لما غيرها ينجح.